أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين المحامي من أصول باكستانية جاويد رحمان مقررا خاصا لمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران. وتم اختيار رحمان الذي يحمل الجنسية البريطانية خلال تصويت مجلس حقوق الإنسان بالإجماع المطلق. وكان رحمان قد عمل في منتدى شؤون الأقليات في الأمم المتحدة وتعاون منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، كما يعتبر ناشطا في مجال حقوق الإنسان في باكستان. ويأتي تعيين مقرر جديد لإيران مع تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران وزيادة عدد الإعدامات العشوائية والقمع المتواصل ضد النشطاء والمعارضين والصحفيين والأقليات القومية والدينية والنساء، خاصة في أعقاب الاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد النظام الإيراني.